يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة، وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟ السراويل القصيرة ما تلبس لا في الرياضة ولا في غيرها، يلبس الإنسان ما يستر عورته من السرة إلى الركبة في أي حالة، لا يكشف شيء من عورته لا في الرياضة ولا في غيرها، هذا حرام. مشاهدة الرياضة هذا ضياع للوقت، ما فيها فائدة. نعم.